قصدوه مسجدا لا متحفا، بقلوب عامرة بالإيمان والعزة. من كل صوب ووجهة تجمع هاهنا أكثر من 350,000 مصل في أول جمعة تقام فيه بعد 86 عاما من سلب هويته. 24 من شهر تموز عام 2020 كسرت تركيا الحديثة القيد عن أهم معلم ديني لديها، آيا صوفيا، عاد مسجدا مفتوحا للمصلين. اليوم حقيقة الجمعة يمكن كثير من الناس لم يتمكن حتى الوصول إلى المواقع الداخلية، حيث ارتبطت المساجد كلها وامتلأت الساحات وامتلأ حول المسجد كذلك، والحيطان خلف هذه المساجد كلها تقريبا امتلأت، بحيث يمكن أن نقول بأن العدد كان كبير جدا، وفيها حقيقة رمزية كبيرة جدا في أن يستعيد المسلمون هذا المسجد، وفيه ربما دلالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار لتفتحن القسطنطينية، وكان في ذلك إشارة للفتح الثاني، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفتح الثاني بأنها تفتح بالتكبير، وواضح جدا هي الآن المسلمون يستعيدونها عبر التكبير وعبر الصلاة وإعادة الصلاة فيها. الله. هذا الحدث يشكل منعطفا تاريخيا مهما ليس لتركيا فقط بل للمسلمين جميعا، لما يحمل من أبعاد دينية وسياسية تصب في خانة استعادة الأمة دورها في تثبيت هويتها وإظهار أصالتها رغم ضغوط أعدائها. جيت من بيروت لأجي أحضر هالمشهد الرهيب يلي قلنا زمان ما عم نحضر هيك مشهد، شيء حلو بيخلي عندك عزة نفس، وخصوصا بعد انهيار الدول العربية دولة وراء التانية، وحابين على إنجاز شيء تاريخي جديد، والحمد لله الله أكرمنا بعد 86 سنة من إقفال هالمسجد بإعادة فتحه. أنا في عمري 49، في كل عمري لم أكن سعيدا كسعادتي هذا اليوم، حيث عاد آيا صوفيا مسجدا للعبادة وأفرح قلوب المسلمين. حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار رجال الدولة لهذا الافتتاح بمثابة إعلان رسمي أن محاولات طمس الهوية الإسلامية لتركيا من الداخل والخارج قد انتهى زمنها، وأن صفحة جديدة قد بدأت تحمل شعار تركيا المستقلة في قرارها، المرتبطة بماضيها، الواصلة بعالمها الإسلامي، المتمسكة بقيمها ومبادئها. لا بقعة أرض هنا إلا وعليها أثر سجدة مصل في يوم مشهود أعاد لهذا المسجد العظيم رونقه وأصالته. من أمام مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، فاروق شريف، قناة الرافدين.